نحن رايحين لغة فرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى من على صفحة سينيوز هذا الخبر الذي نشر البارحة. En Floride, 550 millions de moustiques génétiquement modifiés vont être libérés. Et donc, en Floride, في فلوريدا بأمريكا 750 مليون دو موستيك. إذا نتكلم عن 750 مليون من البعوض جينيتيك موديفي، كما نقول وراثيا معدل، معدل وراثيا يعني أنه تم التعديل على مستوى المورثات الخاصة بهذا البعوض على مستوى الكروموزومات. En Floride 750 مليون دو موستيك جينيتيك موديفي vont être libérés. إذا في فلوريدا 750 مليون من البعوض المعدل وراثيا أو جينيا vont être libérés، يعني كما نقول بأنهم سيكونون محررين، المقصود أنه سيتم إطلاقهم. كما نرى أسفل الصورة، لو بروجي دوكسيتيتش أ بور بيت دو ريدوير لا بوبولاسيون دو موستيك فميل كار سي ديرنيير سون لي سول أبيكي بور لو سون بروباجون أنسي دي مالادي دانجوروز بور لوم. إذن لو بروجي دوكسيتيتش أ بور بيت، إذا نتكلم عن مشروع أوكسيتيتش عنده كهدف دو ريدوير لا بوبولاسيون دو موستيك فميل، يعني عنده كهدف أن ينقص من ساكنة البعوض الإناث، البعوض الإناث كار سي ديرنيير، لأن هذه الأخيرة نتكلم عن البعوض الإناث لا نتكلم عن الذكور. سون لي سول أبيكي، هما الوحيدات كما نقول أبيكي للدغ، المقصود أن الوحيدة التي تلدغ، أما الذكر فلا يلدغ. بور لو سون، من أجل الحصول على الدم، هنا عندنا من أجل الدم، المقصود أنها تلدغ من أجل الحصول على الدم. بروباجون أنسي دي مالادي دونجوروز بور لوم، يعني ناشرة هكذا بهذه الطريقة دي مالادي دونجوروز، أمراض خطيرة بور لوم، من أجل الإنسان. إذا نتكلم عن أمراض تنشر إناث البعوض، طبعا عندما تأخذ الدم من شخص إلى شخص، إذا فهي تنقل هذه الأمراض، تنقل أمراض خطيرة للإنسان. إذا l'opposition des habitants ou de certains groupes de protection de l'environnement n'aura pas suffi. L'opposition des habitants ou de certains groupes de protection de l'environnement n'aura pas suffi. معارضة السكان ومعارضة بعض المجموعات المحافظة على البيئة، إذا نتكلم عن groupes de protection de l'environnement، إذا نتكلم عن مجموعات للحفاظ على البيئة، كما نقول n'aura pas suffi. n'aura pas suffi، أنها لن تكفي، المقصود أنها لن تكفي لردع المسؤولين على إطلاق هذه الكمية من البعوض. طبعا سنرى لماذا يعارضون. le projet visant à libérer 750 millions de moustiques génétiquement modifiés dans l'archipel des Caïs. إذن المشروع أنه يرمي، طبعا نتكلم عن لوفير فيزي، فيزي كما نقول أنك تصوب، مثلا تصوب بندقية نحو هدف أو تصوب كاميرا نحو هدف. هنا طبعا نتكلم على المشروع هو الذي يصوب، المقصود أنه يهدف لو بروجي فيزون أليبيغي، أنه يهدف إلى أليبيغي 750 مليون دو موستيك جينيتيك موديفي، أنه يرمي إلى إطلاق 750 مليون من البعوض المعدل وراثيا دون لارشيبيل دي كيز. إذا نتكلم عن أرخبيل كيز، طبعا كيز بالإنجليزية تعني المفاتيح، كيز تعني المفاتيح يعني السوارت. طبعا نتكلم هنا عن أرخابيل أنه يسمى كيز، هنا نتكلم عن أرخابيل يسمى كيز. طبعا أرخابيل المقصود مجموعة جزر، مجموعة جزر متجاورة تسمى أرخابيل، مجموعة جزر تسمى كيز. أون فلوريد، بفلوريدا أتي أبروفي بار لي زوتوريتي لوكال، كما نقول هنا بأنه صادق من طرف السلطات المحلية، المقصود أنه تم المصادقة عليه من طرف السلطات المحلية، ما هو الشيء الذي تمت مصادقة عليه من طرف السلطات المحلية. طبعا نتكلم عن لو بروجي فيزون أليبيغي 750 مليون دو موستيك جينيتيكمون موديفي دون لارشيبيل دي كيز، إذا نتكلم عن هذا المشروع هو الذي تمت المصادقة عليه. أون فلوريد، طبعا كما قلنا بأن هذه الكمية من البعوض ستطلق دون لارشيبيل دي كيز، بأرخابيل كيز، أون فلوريد، بفلوريدا. إذن هذا المشروع أيتي أبروفي بار لي زوتوريتي لوكال، يعني أنه تم المصادقة عليه من طرف السلطات المحلية. سيز انسيكت أون بروفوكاسيون دو ريدوير دراستيكمون لا بوبولاسيون ديز إيجيبتي. إذن هاد الحشرات سيز انسيكت
إذا نتكلم عن 750 مليون حشرة، نتكلم عن البعوض سيزانسكت، هذه الحشرات اون بور فوكاسيون، هي عندها كهدف أو كميلان. طبعا فوكاسيون كما نقول هدف أو ميلان، يعني أن تميل إلى، تميل إلى واحد الهدف. اون بور فوكاسيون إذا عندها كهدف دو ريدوير دراستيكمون، هو أن تنقص بشكل كبير كما نقول مفرط لا بوبيلاسيون ديز ايجيبسي. إذا نتكلم عن نوع من البعوض هو في لونه، في اللون يميل إلى السواد، لكن عليه خطوط بيضاء خاصة على الأرجل، خاصة على الأرجل. إذا هذا البعوض يسمى إيدز إيجيبسي. إذا طبعا هاد الحشرات التي ستطلق هي عندها كهدف أن تنقص من ساكنة إيدز إيجيبسي، المقصود أن تنقص من عددها. طبعا إذا نقصت من عدد هاد البعوض، طبعا لأن هاد إيدز إيجيبسي مشهورة بنشر مجموعة من الأمراض، تنشر لادونغ، لادونغ كما لو نقول حمى الضنك، كما لو نقول حمى الضنك لادونغ، ثم لافيفر جون الحمى الصفراء إيدز إيجيبسي إلو فيكتور دو ديفيرون فيروس. إذا نتكلم عن إيدز إيجيبسي، إذا هاد النوع من البعوض إلو فيكتور هو عامل دو ديفيرون فيروس، لمجموعة فيروسات لادونغ، إذا نتكلم عن حمى الضنك مثلا، ثم لافيفر جون الحمى الصفراء لو شيكونغونيا، إذا هذا نوع آخر من الفيروسات، ثم لو فيروس زيكا، ثم لو فيروس زيكا. إذا هذه مجموعة فيروسات وأمراض يساهم في نشرها هذا النوع من البعوض. نتكلم هنا خصوصا عن الإناث، نتكلم هنا عن الإناث هي التي تقوم بنشر هذه الأمراض، أما الذكور كما سنرى فهي لا تلدى. طبعا هذا البعوض ينتشر في مجموعة دول كما نرى على الخريطة، ينتشر في أمريكا الجنوبية، ثم في جنوب أمريكا الشمالية، ثم ينتشر أيضا في جنوب إفريقيا، وأيضا في مناطق جنوبية بآسيا. إذن ست اسبيس دو موستيك، هذا النوع من البعوض إيكوني، كما نقول أنه معروف، أنه معروف، طبعا نتكلم على لوفير كونيتر، إذن هو معروف. بوغ إتر بورتوز، كما نقول من أجل أن يكون بورتوز حامل، المقصود أنه معروف كونه بورتوز حامل. نتكلم هنا أيضا عن لوفير بورتي، بورتي يعني حاملة. طبعا نتكلم عن المؤنث، هذا النوع من البعوض إيكوني، أنه معروف بوغ إتر بورتوز دو مالادي، يعني أنه معروف كونه يحمل الأمراض تيل كولا دونغ، مثل حمى الضنك كما رأينا، إلو زيكا، إذا نتكلم عن فيروس زيكا. ليزانسكت أو جي إم، هاد الحشرات التي تم إنتاجها أو التعديل عليها وراثيا بالأحرى، إذا ليزانسكت أو جي إم سميت بعوض أو جي إم، أطلق عليها هذا الاسم ديفلوبي باغ لا سوسيتي بريطانيك أوكسيتاك، ديفلوبي يعني أنها طورت، المقصود أنه تم التعديل عليها باغ لا سوسيتي بريطانيك، من طرف الشركة البريطانية أوكسيتاك، هذه الشركة تسمى أوكسيتاك، طبعا هي شركة بريطانية متخصصة في التعديل الوراثي على هاد البعوض من أجل خفض عدده لأنه ينشر أمراض كثيرة. إذن ليزانسكت أو جي إم ديفلوبي باغ لا سوسيتي بريطانيك أوكسيتاك دواف، يتوجب عليها المقصود أنها عندها كهدف بيرميتر، دواف بيرميتر، يتوجب عليها تمكن، يتوجب عليها تمكن. طبعا نتكلم على فيرب بيرميتر يعني سمح بي أو مكن كذا وكذا، دواف بيرميتر، إذن يتوجب عليها أن تسمح بي أو يتوجب عليها أن تمكن من، دواف لوتي كونتر سا، يتوجب عليها أن تصارع ضد هذا، لو فيرب لوتي المقصود بصارعة أو كافحة. إذن يتوجب على هاد النوع من البعوض الذي تم التعديل عليه وراثيا أن يصارع كونتر سا، ضد هذا، ضد هاد إناث البعوض التي تنشر الأمراض، en sabotant leur propre reproduction، en sabotant مخربةً أو مخرباً، طبعا لو فيرب سابوتي المقصود بخربة، en sabotant مخربةً أو مخرباً leur propre reproduction، leur propre reproduction، كما نقول التكاثر الخاص بها، مخربةً تكاثرها الخاص بها، هاد كلمة propre تعني خاص به، خاص بها
أو خاص بنا إلى آخره. عندما أقول c'est mon propre opinion المقصود بإنه رأيي الخاص، إنه رأيي الخاص. إذن خاص هي هاد propre. إذن عندنا هنا les insectes OGM développés par la société britannique Oxitec. إذن هاد نوع من الحشرات الذي تم إنتاجه من طرف الشركة البريطانية Oxitec doivent permettre de lutter contre ça. يتوجب عليها أن تمكن من المصارعة ضد هذا. المقصود يتوجب عليها أن تواجه هاد الحالة en sabotant leur propre reproduction. En sabotant leur propre reproduction. يعني مخربة تكاثرها الخاص بها. إذا نتكلم عن التكاثر الخاص بهذا النوع من البعوض، كيف لنا أن نخرب هذا التكاثر؟ يعني التوالد بمعنى آخر. كيف لنا أن نغير المورثات بحيث أن هذا البعوض لا يستطيع التكاثر exclusivement mal؟ كما نقول بشكل حصري ذكور، بشكل حصري ذكور. المقصود بأن هذا النوع من البعوض الذي سيتم إطلاقه والذي تم التعديل عليه جينيا هم بشكل حصري من الذكور. إذن البعوض الذي سيتم إطلاقه هم بشكل حصري من الذكور. Ils ont été conçus de manière à ce que leur progéniture femelle ne puisse pas survivre. إذن ils ont été conçus. إذن هاد الذين هم بشكل حصري ذكور ils ont été conçus. كما نقول هم تم تصورهم. طبعا نتكلم على الverb concevoir. Ils ont été conçus. كما نقول بأنه تم تصورهم أو تم تصميمهم. Ils ont été conçus. كما نقول بأنهم هم تصوروا. تصوروا. المقصود أنه تم تصورهم، بمعنى آخر تم إنشاؤهم وفق هذا التصور. المقصود أنه تم تصميمهم. إذن تم إنشاء هذا البعوض وفق التصور دو مانيير أسو كو لور بروجينيتور بطريقة أن نسلهم أو ذريتهم فمال من الإناث نو بويس با سورفيف لا تستطيع العيش. هذا الذكور تم التغيير في الجينات الخاصة بها بحيث عند التوالد مع إناث البعوض لن تستطيع ذرية هذا البعوض العيش. بمعنى آخر أبناء البعوض لن يعيشوا. طبعا نتكلم عن الأبناء الناتجين عن هذا الذكور الذين سوف يتم إطلاقهم. إذن كما نرى بروجينيتور المقصود بها الذرية أو النسل. إذن exclusivement mâle ils ont été conçus de manière à ce que leur progéniture femelle ne puisse pas survivre. Elle mourra au stade larvaire. Ils ont été conçus يعني أنه تم تصورهم أو تصميمهم de manière à ce que leur progéniture femelle ne puisse pas survivre. تم تصورهم بطريقة بحيث أن النسل الخاص بهاد الذكور من الإناث ne puisse pas survivre. لن تستطيع العيش. المغى هي تموت au stade larvaire. كما نقول في المرحلة اليرقاتية. Les larves المقصود بها اليرقات. Les larves اليرقات. Avant d'être suffisamment mature pour piquer. Avant d'être suffisamment mature. قبل أن تكون suffisamment بشكل كافي. نتكلم على الverb suffire. Mature يعني ناضجة. قبل أن تكون بشكل كافي ناضجة أو ناضج في حالة المذكر. Pour piquer من أجل الوخز أو من أجل اللبغ في حالتنا هنا. إذا نتكلم على الverb piquer. هاد البعوض عند الولادة قبل أن يصل إلى مرحلة النضج وبالتالي يستطيع لدغ الإنسان قبل الوصول لهذه المرحلة أنها تموت. شي ليموستيك عند البعوض سول فمال بيك بور لو سون. فقط الأنثى بيك هي التي تلدغ. طبعا نتكلم على الverb piquer بور لو سون من أجل الدم. المقصود من أجل الحصول على الدم. دونتي لا بزوان الذي تحتاجه. دونتي لا بزوان الذي تحتاجه كما نقول هنا الذي تكون لا حاجة له. pour faire éclore ses œufs. pour faire éclore ses œufs لتجعل تفريخ بيوضها. طبعا إناث البعوض عندما تضع البيض فلكي يخرج البعوض من هذا البيض تحتاج أنثى البعوض للدم. إذن هي تذهب لتبحث عن الدم. الدم الذي تأتي به أنثى البعوض
هو من أجل أن تفرخ به البيض، بحيث أن البعوض الموجود في البيض يخرج إلى الوجود. لومال أما الذكر، ذكر البعوض لوي هو نصنوري كدو نكتار، يعني أنه لا يقتات أو لا يتغذى إلا على الرحيق، طبعا رحيق الأزهار. لومال لوي، إذن الذكر هو نصنوري، طبعا نتكلم عن لوفيرب سنورير يعني تغذى، كدو نكتار نصنوري كدو نكتار، يعني أنه لا يتغذى إلا على الرحيق. Puisque ces insectes transmettent des maladies par le sang, madame anna hadi al hasharat tanqul amrad an tariq dam. Puisque ces insectes, madame anna hadi al hasharat transmettent, taban anna tanqul, c'est le verbe transmettre, hada fi'l naqala, des maladies par le sang, amradan par le sang, bid dam, al maqsoud an tariq dam. La propagation de ces pathologies انتشار هذه الأمراض، لا بروباغاسيون دو سي باثولوجي، باثولوجي تعني علم الأمراض عموما، لا بروباغاسيون دو سي باثولوجي، انتشار هذه الأمراض، سورا دو فيريدويت، سورا دو فيريدويت كما نقول سيكون أثرا محدودا، المقصود أنه سيتم الحد منه. إذن انتشار هذه الأمراض يمكن الحد منها سي إذا la population de femelles l'est aussi. Ida ساكنت الإناث هي أيضا كذلك. إذن إذا كانت ساكنة الإناث هي كذلك أيضا، المقصود إذا تم الحد منها هي أيضا، فهنا سيتم الحد من هذه الأمراض. إذن la propagation de ces pathologies sera de faire réduite. إذن انتشار هذه الأمراض سيكون الحد منها، سيتم الحد منها سي لا بوبيلاسيون دو فاميل لي اوسي، اذا تم الحد من ساكنات الاناث ايضا. اذا نقصنا عدد الاناث من البعوض، فهنا ايضا سينقص انتشار الامراض التي تساهم بها هاد اناث البعوض. افيك سو بروجي، مع هذا المشروع، لي زوتوريتي لوكال فول نوتامون، يعني ان السلطات المحلية تريد خاصة، ماذا تريد خاصة؟ ديتيرميني أن تحدد سي سيز انسكت، إذا كانت هذه الحشرات OGM التي تم التعديل عليها وراثيا بوف سو مونتخي بلوز افيكاس، إذا كان يمكنها، طبعا نتكلم عن لوفا بوفوار يعني استطاع، بوف سو مونتخي هل تستطيع سو مونتخي أن تبدو بلوز افيكاس أكثر نجاعة que la pulvérisation d'insecticide، هل تستطيع أن تبدو أكثر نجاعة من رش المبيدات؟ إذن هم يريدون أن يعرفوا من الأكثر نجاعة في مقاومة إناث البعوض التي تنشر الأمراض، وبالتالي مقاومة انتشار الأمراض. هم يريدون أن يعرفوا من الأكثر نجاعة، هل هذا النوع من البعوض الذي يسمى OGM والذي سيتم إطلاقه، أم الأكثر نجاعة هو رش المبيدات. إذن هم يريدون أن يعرفوا. Avec ce projet، مع هذا المشروع، les autorités locales veulent notamment déterminer، إذن السلطات المحلية تريد بالخصوص تحديد سي ces insectes OGM، إذا كانت هذه الحشرات التي تسمى OGM والتي تم التعديل عليها وراثيا، نتكلم عن البعوض، peuvent se montrer، تستطيع أن تبدو، تستطيع أن تظهر بلوز افيكاس، اكثر نجاعة، نقول عن شيء بانه افيكاس يعني انه ناجع، كو لا بيلفيريزاسيون من رش دانسكتيسيد، دانسكتيسيد يعني المبيدات الحشرية. اذا نتكلم على بيلفيريزاسيون، تأتي من فعل بيلفيريزي، تأتي من فعل بيلفيريزي، المقصود بها انك ترش شيئا او تسحق شيئا، تترجع بودر. بيلفيريزي المقصود بأنك ترش شيئا أو تسحق شيئا. لموستيك دوكسيتيك، إذا نتكلم عن بعوض أوكسيتيك، نتكلم عن الشركة المذكورة البريطانية المختصة في هذا المجال، سوغون ليبيغي، بعوض هذه الشركة لموستيك دوكسيتيك، إذا بعوض هذه الشركة التي تسمى أوكسيتيك سوغون ليبيغي،
كما لو نقول بأنهم سيكونون محررين، المقصود أنهم سيطلقون dans la nature pendant deux ans، سيطلقون في الطبيعة pendant deux ans، على مدة سنتين. إذن هذا البعوض سيطلق لمدة عامين، على مدى عامين، en 2021 في 2021 في سنة 2021 et 2022 هو في سنة 2022. parmi les habitants de Kiz، من بين سكان كيز، طبعا نتكلم على الأرخابيل، مجموعة الجزر التي ذكرنا، من بين سكان كيز ست إيدي أنكيات. هذه الفكرة كما نقول مزعجة، إذن إن بيتيسيون، إذن كما نقول عريضة. طبعا المقصود ببيتيسيون هو واحد الطلب إلى السلطات، سواء كان كتابيا أو شفاهيا، يسمى بيتيسيون، كما نقول عريضة، إن بيتيسيون دوبوزيسيون. إذن نتكلم عن عريضة معارضة، إذا نتكلم عن عريضة أو طلب دوبوزيسيون للمعارضة، نتكلم عن أشخاص أو مجموعة أشخاص يعارضون المشروع، إن بيتيسيون دوبوزيسيون. إذا نتكلم عن عريضة للمعارضة، إن بيتيسيون دوبوزيسيون a recueilli près de 235,000 signatures à ce jour. إذا نتكلم عن عريضة للمعارضة، إذا نتكلم عن عريضة للذين يعارضون المشروع، a recueilli أن جمعت près de 235,000 signatures à ce jour. 235,000 توقيع في هذا اليوم. طبعا نتكلم على الفارب recueillir، هذا فعل جمع، يعني أنك تجمع شيئا من أجل استعماله فيما بعد. إذا نتكلم على الفارب recueillir، إذا نتكلم على الفارب recueillir. l'association environnementale، l'association environnementale، إذا نتكلم عن جمعية environnementale بيئية، إذا نتكلم عن الجمعية البيئية Friends of the Earth، إذا نتكلم عن أصدقاء الأرض كخان، أن تخاف سلوفار كخاندا، كخان سلوفار كخاندا، هذا فعل خافة، أن تخاف. إذا نتكلم هنا عن الجمعية التي تعارض المشروع ضمن السكان، أن تخاف دو سون كوتي، من جانبها. إذا من جانب هذه الجمعية هي أيضا تخاف دو سون كوتي بور لي زوتر أنيمو، بالنسبة للحيوانات الأخرى، pour les autres animaux، بالنسبة للحيوانات الأخرى، إذن هي تخاف على الحيوانات الأخرى. est-il، وتطرح سؤال طبعاً، est-il sans danger pour les oiseaux insectes ou mammifères de manger ces moustiques génétiquement modifiés؟ إذن هي تطرح سؤال، est-il sans danger، هل هو بدون خطر، pour les oiseaux، بالنسبة للطيور، pour les oiseaux، بالنسبة للطيور، insectes، والحشرات، أو ماميفير أو تديات، دو مانجي سي موستيك، دو مانجي سي موستيك، أن تأكل هاد البعوض، هل هو آمن إذا أكلت الحشرات الأخرى أو الطيور أو حتى التديات إذا أكلت من هاد البعوض؟ إيتيل سون دونجي، هل هو دون خطر بو لي زوازو، للطيور انسكت حشرات أو ماميفير أو تديات، نتكلم عن الحيوانات التي ترضع، دو مانجي سي موستيك، أن تأكل هذه الحشرات جينيتيكمون موديفي، المعدل عليها وراثيا. لورغانيزاسيون، هذه المنظمة المقصود، هذه الجمعية التي تعتني بالبيئة، دينونس، أن تندد، سلوفاب دينونسي، يعني ندد، أن ريسك، تندد بخطر أو بمخاطر بمعنى آخر، جوجي كما نقول محكوم، المقصود أنه يعتبر، يؤخذ ك بروغون، أنه كبير. إذا الجمعية هنا تندد بخطر يمكن أن يكون كبيرا، إينيتيل، وغير نافع، ممكن أن هذا البعوض المعدل وراثيا تأكله حيوانات أخرى أو حشرات أو طيور فتنقلب النتيجة ولا يكون هذا الهدف المرسوم، وبالتالي سيكون تأثير سلبي على باقي الحيوانات دون أن تكون نتيجة. Alors que le monde fait déjà face à une pandémie. Alors que le monde fait déjà face à une pandémie. في حين أن العالم fait déjà face، أنه من قبل في مواجهة، à une pandémie، لجائحة أو لوباء. إذن في هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها العالم في مواجهة جائحة كورونا، أنتم ستقدمون على عمل ممكن أن تكون آثاره خطيرة وأكبر، خاصة إذا لم تكن هناك نتيجة. طبعا كما قلنا بأن تبريرات هذه الجمعيات هو غير كافي لإيقاف هذا المشروع، خاصة وأن هذا النوع من البعوض
أنه ينقل أمراضا خطيرة على حياة الإنسان، إذا لا بد من مواجهته للقضاء على الأمراض التي ينشرها. إذا مكتبة القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.